هي كانت قالت لك ان هي عمرها ما عرفت حد قبل كده؟ دي كدابه يا حبيبي. اسالها بقى عن عمر مهدي، كانت مصاحبه سنه. في ايه يا سيف؟ كنت على علاقه بواحد اسمه عمر مهدي؟ ايوه. هو انت مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، المهم انت ليه ما قلتليش عنه اي حاجه قبل كده؟ عشان دي علاقه ملهاش اي لازمه يعني، ما كانتش مهمه في حياتي. بس انا ما سالت عليكي، قالي لي عمرها ما كانت على علاقه بحد قبل كده، وعدت عليك المعلومه دي عشان لو غلط تصلحها لي. ليه ما قلتليش ان انت كنت على علاقه بحد؟ هو انا مش من حقي ان انا ابقى في علاقه قبلك؟ انا بسال ليه ما قلتليش؟ ليه سبتيني فاهم ان انا اول راجل في حياتك؟ عشان انت ما سالتنيش، وانا بعتبر ان العلاقه دي مش مهمه في حياتي. هتفرق معاك ايه انك تعرف يعني؟ كانت هتفرق في لحظه زي دي. بقالها قد ايه العلاقه دي؟ حوالي سنه. الموبايل بتاعك ده شكله قديم، بقاله قد ايه معاكي؟ هو تحقيق ولا ايه؟ بص يا شيري، انا بسأل وانت عايزه تجاوبي جاوبي، مش عايزه تجاوبي براحتك. لا هجاوب عادي، الموبايل بقاله سنتين معايا. اسمحي لي. انت بتعمل ايه؟ هقول مفيش اي شاهد بينك وبين بعض؟ اكيد كان فيه بس مسحته. يا ترى مسحتي ليه؟ عشان دخلت علاقة جواز، واكيد همسح اي حاجة ليها علاقة بالشخص ده. كنت تعرفي منين؟ كان المدرب بتاعي في الجيم. انت بتحبيه؟ ايوه. حصل بينكم حاجة؟ أكيد لا، ما حصلش حاجة. في إيه يا سيف؟ ما تاخد بالك من كلامك. أنا جوزك يا هاني، وإحنا في مصيبة، ومن حق أسأل وأعرف كل حاجة أنا عايز أعرفها. وأنا رديت. ممكن يكون ليه علاقة بالمصيبة اللي حصلت لنا دي؟ معرفش، بس أنا عمري ما شكيت ولا حتى لحظة. بس أنت أكيد تقصد إنه ممكن يكون ليه علاقة وإن هو اللي مفبرك الفيديو، مش كده؟ أوعى يكون قصدك حاجة تانية. النهاردة يا شيري عرفت معلومة جديدة عليا، معلومة تخليني أفكر كتير أوي. هي في الحقيقة مش معلومة واحدة ولا أكتر من معلومة. هبعت لنفسي رقم من عندك. ليه؟ هتعمل بيه إيه؟ هعمل اللي أنا شايفه صح. صباح على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.